بالتأكيد طبعا يا جماعة، بعد الغل اللي شفناه امبارح من نادي بيراميدز وبعض لعيبه لعيبته زي محمد الشيبي اللي انا بهتهمه باللاعب البلطجي، شفنا اللقطة اللي معانا دي دخلت لعيب عايز يبطل التاني كورة، دخلته على حسين الشحات. ده غل، عدم احترام. المغاربة ده شعب طيب جدا وشعب محترم جدا، الولد ده غلاوي. الدخلة دي دخلت تبطيل واحد كورة. لازم اتحاد الكرة يكون عنده وقفة مع اللاعب ده بالذات، لازم لجنة الانضباط توقفه، لازم يبقى في غرامة مالية كبيرة، لازم نادي يتعاقب، لازم اللاعب ده يتعلم يعني ايه احترام للقوانين المصرية واللوائح المصرية. دي دخلة واحد بيموت لاعب، بيبطل لاعب كورة. دي مش الرياضة أبدا، وده مش احترام، وده مش أدب، ودي مش أخلاق، دي مش طريقة. طبعا العالم كله فيه مشاحنات وفيه مشادات، بس مش بالوضع والطريقة السيئة دي. دي رقم واحد. رقم اتنين، ممدوح عيد. ربنا كبير، ربنا سبحانه وتعالى ما بتحاربش. الناس الغلابة المحترمة الطيبة، جماهير النادي الاهلي اللي هم جماهير التالتة شمال اللي كلنا منهم. انا راجل مش اهلاوي بس بقول كلنا منهم. ليه؟ لان دي ناس عاشقة لكرة القدم. ماتش النادي الاهلي بالنسبة لهم ده احتفال. ناس راحة تغير جو. لما تبقى التذكرة ب50 ب60 جنيه في متناول الناس كلها، عيلة لو طلعت يوم كامل ب200 300 جنيه بتقدر تلم الليلة دي. فدلوقتي حاجة غريبة جدا جدا من وجهة نظري من اللاعب محمد الشيبي ومن إدارة نادي بيراميدز. ربنا ما بتحاربش قد إيه النادي الأهلي قدر يقف جنب جماهيره، وحصل تخفيض في سعر طبعا الحمد لله التذكرة. وشفنا كمان يعني ماراثون، شفنا احتفالية رهيبة جدا من جماهير النادي الاهلي المحترمه العاشقه للنادي الاهلي، والنادي الاهلي اخده رايح جاي. خلصت دلوقتي فرق 2 بونت وفرق 3 ماتشات زياده لنادي بيراميدز. يعني بتتكلم النادي الاهلي في حاله فوزه طبعا بالثلاث ماتشات 9 بونت، فرق 7 بونت. 7 بونت ده رقم كبير جدا مع الاهلي بالذات. الفرقه دي كانت عامله زي مانشستر سيتي، 13 فوز و12 فوز لغايه لما وقف قدام السد. وقف قدام حيطه سد ما تقدرش تعديها. النادي الاهلي هو الحيطه السد. النادي الاهلي بادارته، بجماهيره، بلعبته، بجهازه الفني. شفنا مارسيل كولر لقطته مع امام عاشور، حاجه ولا اروع. قد ايه في علاقه طيبه. الراجل ده عنده دماغه خبيث، عنده خبث كروي. امام عاشور طلع كان متضايق فمسكه قعد يهزر معاه، اخذ عبد المنعم بالحوض، شال اكرم توفيق. لا، مدرب ذكي جدا. خلص على بيراميدز، خلص على منظومة المليار جنيه في الموسم. ممدوح عيد ما عادش ليه حجة. ممدوح عيد ده خد مني الباترينا بتاعته بدأت تتحرق، خلاص آخر موسم ليه. تخيل بقى من اللي أنا شايفه الحاجة الهزيلة، الحاجة اللي عايز أقول فيها ما فيهاش ضمير، ما فيهاش ثقة بالنفس. النادي الأهلي يوم ما كان الماتش ماتشه ساب 25 مقعد لإدارة النادي الأهلي، إدارة نادي بيراميدز. 25 مقعد في المقصورة. إدارة نادي بيراميدز اللي ما عندهاش فكرة عن أي احتراف ولا روح رياضية سايبة 5 مقاعد فقط. إلا إن إدارة النادي الأهلي الضماطي على الدرندلي على كلهم الناس المحترمة كانوا قاعدين تما في المقصورة، حاجة ولا أروع واحتفالية أروع بعد المباراة. بص، النادي الأهلي كبير بكل حاجة. مع احترام النادي بيراميدز اللي بيعمله ده ما بيحصلش. اللي ارجع اقوله ان برضه في فجر تحكيمي من الحكم الالماني. ضرب الجزاء بتاعت الكارتي بنسبه 500%، ودي كانت غيرت الماتش تماما. يقول لنا واللي علينا ضرب الجزاء صحيحه وصريحه وواضحه، واي مدرب ناشئ اي حكم ناشئ في الدوري المصري يقدر يحسبها بامانه. حاجه غريبه جدا 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 جدا. من مين؟ من حكم المباراة الألماني. طيب، حكم المباراة ده كان في قضية فساد ضده، كانوا متهمينه بالرشوة في ألمانيا وتوقف أكتر من سنة. حكم المباراة ده ديبيلين بنسبة مليار المية، سمير عثمان، جهاد جريشة، لفندور، أي حد في الدنيا شافها قال لك ده ضرب جزاء صريح. فاللي أقدر أقوله يا جماعة إن النادي الأهلي بأمانة، النادي الأهلي كان محظوظ جدا إن ضرب الجزاء ما اتحسبتش، بس ده ما يمنعش يا جماعه ان النادي الاهلي اخد بيراميدز غسيل ومكوى. طيب، نطلع بقى من القصه الغريبه دي واقول لك تصريحات مارسيل كولر. مارسيل كولر دعم اداره النادي الاهلي. انا كنت
صعقت من سعر التذاكر، استغربت جدا من سعر التذاكر، الا ان كنا بنراعي دايما على جماهير النادي الاهلي. الاداره الحمد لله قدرت توفر حاجه كبيره جدا، حاجه مميزه من التذاكر، والحمد لله الجماهير دخلت بتذكره مخفضه، مالوا الاستاد، حاجه مميزه، حاجه غريبه. شفت كده لقطه على السوشيال ميديا ان ممدوح عيد بنسبه اكتر من 30% من كراسي الاستاد عليها رمله. ليه طيب يا جماعه؟ عشان جماهير النادي الاهلي ما تقعدش. يعني شوف الوقاحة، اسف في اللفظ، شوف قلة الضمير وصلت لفين عشان يقلل من جماهير النادي الاهلي. طب انت نادي، ده نادي بقاله اكتر من 1907، انت بتتكلم في نادي خلاص يعني داخل على 120 سنة، داخل على 117 سنة ولا 115 سنة، هتجيب لي نادي بقاله 3 ايام والناس اللي كلها طالعة ميدو على محمود الاسيوطي على مش عارف مين على يا جماعة الكرة دي المفروض انت حتى انتمائك يكون في داخلك، عايز النادي الاهلي يخسر ما تبينوش، لان النادي الاهلي دايما بيكسب عشان ما بقاش شكلك وحش قدام الناس. فدايما من الاخر ما تراهنش على خساره الاهلي تحت اي بند. مش انا اللي بقول كده، التاريخ يا جماعه اللي بيقول كده، النادي الاهلي ما بيخسرش دايما في الماتشات الجامده، النادي الاهلي بيسندل زي ما بيقولوا، النادي الاهلي واقف وقفه رجاله. يا ممدوح عيد عايز ايه؟ انا اكلمه بلغه بتوع التكاتك، يا اسطى انت عايز ايه؟ انت عايز ايه يا اسطى؟ انت خلاص الاهلي خلص عليك. خلصت في كل حاجه، كرويا، فنيا، اداريا، وضع احترافي، وضع بروفيشنال، كل حاجه. اتظلمت في كان ليك ضربه جزاء. الشيبي لازم الشيبي ده يتاخد على دماغه، انت في مصر يا حبيبي. ومروان حمدي اللي طالع بيشتم واللي طالع بيعمل وطالع بيسوي، عيب يا جماعه، عيب. النادي الاهلي انا عارف ان هو حرق، بس مش للدرجه دي، مش للدرجه دي. الوضع سيء، المفروض يا جماعه مصر دي صاحبه الرياده في الكوره. اتفرجوا على الدوري السعودي، الدوري الاماراتي، اللعيب اللي بيعمل بيده، كريستيانو نفسه عمل كده توقف. احنا لازم نرتقي ولازم نعرف قد ايه مصرنا دي مصر كبيرة، دولتنا كبيرة، لازم نحافظ عليها. يبقى احنا الرياضة بنحاول نقرب ما بيننا وبين بعض، الناس بتقرب من بعضها، بنفك الوضع اللي احنا فيه، بنحاول ننسى الوضع الحياتي الصعب جدا بالكورة، بنفرج عن نفسنا، يبقى نحترم الكورة. طالما الجماهير رجعت والدنيا اوكي والدنيا تمام، يبقى ان احنا نحافظ على الكورة ونحافظ على المنظومة الرياضية. فاللي احنا بنعمله ده غلط. لازم يكون في وقفه من مسؤولي اتحاد الكوره، لازم الشيبي يتعاقب. الدخله اللي داخلها دي مش دخله لاعب كوره، اللي دخلت واحد عايز ياذي او لاعب مؤذي، لاعب مفتري من الاخر. الشيبي دي دخلت واحد عايز يبطل التاني الكوره. الشحات يا ابني دعوه ام واب، دعوه حبايب. الشحات بصراحه 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 يعني ربنا الحمد لله بيحبه قوي، ان ربنا حفظه من الاصابه دي. لو كان استرزات الجزمه عفوا او استرزات الفوتبول اللي بيلعب بيه، لو جه في قصبه رجل حسين الشحات كانت قسمتها نصين. كل التوفيق للنادي الاهلي، كل التوفيق لاداره النادي الاهلي اللي ماشيه بكل ثقه، اللي ماشيه بكل احترافيه. خبرين كده على السريع، اليو بادجي محمد بن رمضان قربوا جدا من النادي الاهلي. كل التوفيق للنادي الاهلي واحلى مسا على الاهلاويه. السلام عليكم.